كوزين مدير ان تي اف كتقدم لكم دائما اروع المطابخ العصريه من جهه رباط صلة. مطبخ جديد مع فيديو جديد. بالنسبه لهذا المطبخ اللي كتشوفوا في هذا الفيديو كيتخدم زوج ديال الالوان من نوعيه ديال ام تي اف بريو. بالنسبه للستيل كتجي بالستيل كاسكيت. لي بواني انتيغري في البيبان ديال التحت او في البلاكاره ديال التحت انتيغري في اللون ديال الذهبي. وبالنسبه للبيبان ديال الفوق كيف عودناكم دائما كيجيو التقنيه ديال التوصلات. بالنسبه للمطبخ كيبدا هاد لا فيترين ديال الزاج اللي كتجي رائعه في هاد الزاويه هذه. بالنسبه للثلاجه اللي دائما تنحاولوا نحطها في المكان المناسب ديالها كيجي لا كولون في الجناب ديالها. لا كولون اللي كنديروا فيه دائما ثلاثه ديال المجوره من التحت والفوق كيكون فور اونكاستري مع الميكروهون. الا شفتوا دائما في المطابخ ديالنا كنحاولوا اننا تكون لا كونسيبسيون تكون عمليه وما يكونش فيها اخطاء باش حتى المستعمله ديال المطبخ ما تلقاش فيها شي مشاكل يعني من هنا لقدام. وكيف كنذكر دائما اي حاجه او اي استفسار كتواصلوا معنا كنعطيكم المعلومه الكافيه. وبالنسبه دائما المطابخ كتختلف عن مطبخ اخر، يعني مطبخ ما عمرو كيجي نفس المطبخ، يعني الموديل ممكن يجي نفس الموديل ولكن المساحه هي اللي كتحكم عليك دائما انك شنو غادي دير فيها. بالنسبه لهنايا البلاصه ديال الطياب يعني البلاك كيجي ثلاثه ديال المجوره من تحت ومجار السكور. بالنسبه لسطح العمل كيجي من نوعيه ديال الكوارتز لان الكوارتز هو اللي فيه الالوان، يعني اغلبيه الالوان فيه الكري فيه البيج الالوان اللي كتبغي يكونوا فيه. وهنايا كنخدموا هاد البلوك ارموار اللي كيجي في هاد القنت هذا كيجي عملي، هذا تيبقى تا هو على حساب المساحه يعني على حساب ليسباس. راه الا كان عندك ليسباس في لاكويزين راك دير اي حاجه تشهيتيها، كان ليسباس يعني اللي محدود ومويان راك تحاول دير الاشياء اللي رئيسيه، اما الاشياء اللي ثانويه راه ما عندك من دير بها، ماشي اي حاجه ممكن تجيك في لاكويزين ديالك. المطبخ كيف كنذكر وكنعاود نذكر دائما يعني المساحه او الاسباس هو اللي تخليك دير اي حاجه بغيتيها. بالنسبه هنا الايلو ايلو سنترال كيشوف فيها جوج ديال الكاسخولي كبار مع جوج بيبان. هنايا كتجي كتكون حتى هي كتكون عمليه الايلو سنترال كيديروها كتبقى على حسب الطلب تاعي هي كتجي عملية كتجي زوينة. هنا المطبخ كيبان لكم كامل يعني كيف ذكرت كيجي دو بلاكار الفوق كيكون نوعية ديال الكاسكيت. حنا كنقولو ليها كما تنسميوها بلا كاسكيت، كاين ستوندر كاين لا كاسكيت. لا كريدونس كتجي بهذا المنظر اللي رائع. هنايا هرسنا شوية تيم ديال لاكويزين من الفوق، درنا هاد البيبان ديال الزاج اللي كيجيو بالسير رائع. نتمنى انه لا فيديو تعجبكم يعني المطبخ يعجبكم في هذا الفيديو. نكون ما طولش عليكم بزاف، دائما ما كنحاولش نطول في لا فيديو ديالنا. و ملي كنصور شي فيديو كنلوحو هنا في القناه ديالنا عبر اليوتيوب. وخا ما كيكونش داك التفاعل الكافي كنحاول ما امكن اني نلوح الفيديوهات ديالنا باش كيشوفوهم الناس اللي متبعينا. واي حاجه كما كنقول لكم اي واحد كان مهتم راه كيتواصل معنا كنعطيو المعلومه الكافيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.